الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنادن ريزدار بخوش حالين كجارة قديدرة هم هاتين خزمات هواية ريزدار دا مبيش كيش كرنا خلاكي قديشي باريكانا جبر كرنا صورة الكهف. بنادن ريزدار بلا مش بناكين دام رب العالمين عز وجل أم إنسان كنا ريع عردي دا تقال في إنساني منهجك يفرق لداك وف إنسانها بشت جيانا خو الدنيا سابري بابت اف منهج هاد قال في منهج دا بواسطه وانا منهج تشاغ هاندا ما بواسطه بيغمبر عليه الصلاه والسلام تشبينا في تركيزا كيشما درستاي دي جون اون بيغمبر بكيت وفي منهج درستاي تطبيق بكيت جيانا خو روجانا دا دي جيانا وي جيانا كا خوش ودلك مطمئن بريفاتشات هربكي خدايا مازم قرانا بيروس دات بيجي الصوره تاع النحل دا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه قدت على بشهر كاسك شو عمل تشاك بكت وهج بوارد رامبت امدي حياتك خوش دينوي فج اف حياتها يا مطمئن وجه تش حيات تش خوش يا دلي بت اف حياتها خوش خوش يا دلي بت چنك انسان هي بن منجلك الدنيا دات خوش يا بس اج ارحتي ارحتي او كد لمرو في ده هي ورب العالمين هاد فيت هاد ديسان بمد ديار كرن ايات هكادي تري قران داكو اگر ام بشتا خابني في قران خدت على دي بجد ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى خدت على بجد هركزا كي بشتا خاب دت في ذكري كو اف برتوكيت عثمانينا اف منهجها قرانا بيروزا بجد او ديت رجاء قيامات ام دي دنيا دا معيشتك يا طنق ديني وحياتك انا خوش دي ديني ناكو حيات اوكو حياتا مالي بلكو حيات ومطمئناتي او اوكو دلمرو في دهي خدت على بشت ام دي معيشتك يا بارطنق ديني ونحشره يوم القيامات اعمى ودي رجاء قيامات حشرة ويكين او يكورة دي بجت قال ربي لما حشرتني اعمى دي بجت يا ربي تابوتشي حشرة مكروازي كورة وقد كنت بصير واز الدنيا دا بجف رب العالمين عز وجل دي بجد قال كذلك أتتك آياتنا خدت على دي بجد ما آيات بوتفري كربين فنسيتها تجبير كرن وكذلك اليوم تنسى لامد إفروك أجدا ماجي تجبير كرن وجه بنادن ريزدار هنديك أف قرآن بيروزا والبردست ما رب العالمين يفري كرمان هجبو ما دو قوام ديفتون بكينو حياتا ما واكي قولاك جوان بريفا بجد وچبينا فت أجر أم بشتا خواب دين في قرآن في من هجو دستوري درس دي حياتا ما حياتك طنق ونخوش دي بريفاتشت جبرنا بينا وقتي دي كرم كن قلب بشك داري خواب لا بشك داري ايكي كرم كن بس خدني ياسين سيدي بارس بس محمد صبري عبد الله محمد صبري عبد الله تجلى بخيرات بس تجلى بخيرات دش وراز بزاكم الله خير كبدا نزع ما بتب خب خب السيارة كي بحل بجري دي ممنون بي بسم الله يا الله دش تراز بيت يا أهلا وسهلا بسم الله يا الله بسم الله بله سؤال ايكي براش آيات شازده تدب مخوينه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أجمعين. يا جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما شاء الله صحتها تخوش بسيارة دمائكش آيات نوتو نهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ما شاء الله بارك الله فيك. يا لما صيد لي صحتك أخوي. الحمد لله. صحتك أخوي جزاك الله خيرا. فضل خديجة. إشبرنا بينا وقتها أكما بشكل جات أخوي. صحتك أخوي. أنت جالا مصيد لي جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شدور جالا كنت جالا بخيراتي. بارك الله فيكم. رمزي. أهلا وسهلا. خديجة أهلا وسهلا. جالا خيرا. استر راضي به خديجة جالتا به خديجة مش خيرتا به بهانا كي بشكدار دوي بلا كرام كت. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عبد الياسين بو جماعات بو بينارو. عبد الجليل إبراهيم جيلي. بله. جل بخير هذا السهل. عبد الجليل جل بخير هذا إبراهيم. شدش؟ عبد الجليل إبراهيم. جندي. جل بخير هذا. مرحبا بسيارة كيف حال بشيرة؟ درست. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سؤال إيكي خمودش دست بيكي بمخوينه دست بيكوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي نبجوش دست بيكي فيت برو بسم الله يبجو دست بيكوي. بسم الله يبجو مقول سيدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صحت خوش سؤال دويش آيات 56 دخينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل سيارة السيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شآتها هشتو السيئة ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له بلى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم نرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ف
فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صحة تخوش جزاك الله خيرا يلا بخيراته بلي بشك داري سيب لا كرم كت بلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالات عزيز خالات عزيز عزيز جلب خالات ورا محمد بويك بسيرة جبل الجبل جلب خيرات خالات يلا خالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوالك جماعة آيات بنجي أمد أسبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صحة خوش سؤال دويش آيات السهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر وإستبرق. ويلبسون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ويلبسون ثيابا من سندس واستبرق. بس حركة خلت كربي حركة. ويلبسون فيها تحركتني خلط كبير خلط خطي نادى الشربة. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. هكذا تبراوس تجيب خضرا تشكي وقت تبراوس تقول خضر
معناه التأكيد بتنوين الضمة أو خف فتحة يا باشا خذ مراهقة اضطراري نبتبي بهنا تلويت خلاص بيد بيجي خذ مرا تنامي خضر معناه تنوين دو فتحة تماما دي الله ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا صحت خوش سؤال دمائك ويتصد حفته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بل صحة تخش جزاك الله خيرا خلط بس أبي كلمة لنفد البحر قبل أن تشاهد بجي أن تنفد تنفى ذا ن هاي جهابة باشا احتمال الله سمرت بقهداري جبرت كمان أن تنفى دا دولة تماما دولة بوتادة تبزاني نزال أبتكي الظال ودي نزيكيه كنا كمروف قهداريه قهداريه بكت يعني نبديتني مانياتا قهداريه أن تنفى دا تماما صحاتة تخوش تقال بخيراتي قال بخيراتي براي خالة بدمش خيراتي مهمة كت بشك دولة كي بي أكر برهاب بلو كرام كت تجعل بخيرات ناظم عبد الكريم شدش عثمان تجعل بخيرات بلا خيرات بلا بس بخاف السيارة كيف حال بجيرة هاي الصحة تأخوش بخيرات بلا بلا جماعات شوية سيزدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذلك أعثرنا عليهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سؤال دهش آية السهود دهش جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا تهلا تدك كلمة هلا دبر كيف وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه انا اكثر منك مالا واعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره بل وكان له ثمر فقال لصاحبه وكان له ثمر فقال لصاحبه انا اكثر من وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صحت مش آيات دموي يعني عفوا سؤال دموي كش آيات حفتي ونهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة فكان لمساكين مساكين يعملون في البحر وأما السفينة فكان لمساكين فكانت تمام وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما هل يود سيدا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جزاك الله خيرا. خذ التوفيق وتبدأ تجعل بخير. اشتركوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجعل بخير. خبزان ياسين بوبي. عمر مصطفى صون. عمر مصطفى صون. صورة تجعل بخير. أهلا وسهلا. هوب سيرك فهل جيرة؟ أهلا وسهلا. أودنا. تحكي عن ظرف. بلى. دوبارة تجعل بخير. دوبارة. شاهد بسات جوا. سيرك إيش آيات الشعوذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جمعت آيات الشعوذة. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. سنقرأ بجلاء. وإذ اعتزلتموهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم من الكهف ينشر لكم ربكم. إعادك. وإذ اعتزلتموهم. بلى دلفا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ساعت باش سوال الله. بس وقت تبيني هاجر سروي فيبان منه ساكني دنجها آخا ديار كنش جوج حرفك قرآن يا هاجر تديار نقرأ وتحرفك إيش قرآن كيم وهم في فجوة منه تمام ها من ما هي الله ديار ساعت داخش. بله سوال دويش آية 52 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم بس ويوم قبل جبل يوم يقول ويوم يقول نادوا شهدائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا بل سؤال دمائك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. سعادة أخوة شخص خيرا تنظر إن شاء الله جزاك الله خيرا جلب خيراتي شك دارك دي بلا كرامكت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جلب خيراتي ما تشيت روصة بلى سيدة سيدة عبد الياسين بو بنار نبونا عبد الحسيب سليمان محمد عبد الحسيب سليمان محمد جلب خيراتي عزيز أهلا وسهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سؤال إكيش آيات نوزده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى قالوا ربكم أعلم بعدتهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة يعودك ولن تفلحوا ولن إذا أبدا ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بما لبثتم ربهم أعلم بما لبثوا له غيب السماوات السيدة يا عبد الحسين ربهم أعلم بما لبث أعلم بما لبثتم لا 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 ندري شو قلت ربهم أعلم ما كلمك يا دي الله ما بتقول ربهم أعلم بما بهم ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سعادة خوش ما شاء الله دنجتا نفسي بسري مهرفة أكتا بشي سؤالة دويبو مع مواكي بيجي دنجتا جالك راستي وكي بيجي آنجا نكتا خلط بيه مواكي خواه بيجي چكي بمسابقه ما تتشوال وريد بيجي وصل وريد تدبيرين الخوري
همه اوكي خواه تمامه؟ خير إن شاء الله، ما شو بتدرس؟ سؤال دويش، آتا بينجي دوي جماعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعوتم ف زعمتم فدعوهم أو ندغ نحسب زعمتم فدعوتم فلم يستجيبوا لكم وجعلنا بينهم موبقا هذه آية هميها والدبارة جون بجفا ويوم يقول نادوا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم العذاب أو نأتو خلد ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا بله سورة مايكي ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض سيد عبد الحسن جاريدي فأتبع سببه أننا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين بلى قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينكم سدا ردما وبينهم سدا بله قال آتوني زبر قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا بلغ بين السدين ما هو يتم وفيدي الله آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. بله صحت ده خوش جزاك الله خيرا ما شاء الله دنگه گلک خوشی هی جزاك الله خيرا ان شاء الله خاله مزبیتی و تجویدی جو مزبیتی و بدنگه خو قرآن همی سجل میگه صحت ده خوش جزاك الله خيرا گلک خیراتی خیر و سلامت دماهی بجم دماهی بشن گره بله کرم که هم عليكم السلام وعلى السلام ورحمة الله وبركاته سحابة خوش بس ناوي خوشي خب داني ياسين سحابة خوش عمر جيش بي إن شاء الله دخير رمضان كبالي سورة عبد الواسط آياتها هاف دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صحة خش سؤال ديش آيات تشلو ششي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا بله. ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا واكي خاندنا خانك بخوينة با بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويجادل الذين كفروا بالباطل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سؤال دماغي كيش آيات هاشت بدوين أعوذ بالله الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك
أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما من رحمة من ربك. بجد. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. بل في عطش بيجو بس أو تديف ده بلنا. ويسألونك عن ذي القرنين سأتلو عليكم منه ذكرى. خذ تعالى عملي تدريش كده إن شاء الله تجي لك خيرات كل عبد الواسط. خذ التوفيق وتبدأ خير من التجربة زي خذ خير عن جماعة إن شاء الله. بله بینات رزدار اجبار وقتی ما دمایی که امجد دمایی که این حتی خلاکا بید ببینیم به جاو دیری خوده ده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام.